بالنسبه لسؤال، هو سؤال من الناحيه الامنيه مع غرفه عمليات مع سياده غرفه عمليات المرور، تاكد مع سيادتك. بالنسبه للمحاور المروريه، محاور رئيسيه وفرعيه، من بدايه اليوم هي كانت اقل من المعتاد في انخفاض نسبي في الحركه المروريه. بالنسبه في محاور فيها تحويلات فعليا، قوات الخدمات المروريه بالتنسيق مع خدمات الامن العام بتاكد على تسيير الحركه المروريه. تسيير الحركه المروريه. بالنسبه لاخطار سيادتك الخاص مع اللجان الشعبيه، تاكيد بتوجيهات السيد مساعد مدير امن القاهره، ياكد على كافه مهامير الاهتمام والخدمات الامن العام بمداومه المرور، وفي حاله وجود اي لجان شعبيه من نفس النوع اللي حضرتك بتخطري عنه بيتم التعامل الجدي فيها، بيتم التعامل الجدي معاها، وبيعتبروا خارقين للحظر، خارقين لحظر التجوال. يتعاملوا معاهم ازاي؟ يعني انا امبارح واول واحده من الناس شهدت عيان، بمر على لجنه واثنين وثلاثه وعشره، كل كيلو لجنه من شويه شباب يوقفوني، بيتعمل التعامل معاه ازاي؟ وايه الرقم اللي ممكن اي مواطن يتصل بيه لو شاف لجنه من اللجان دي بعد وقت الحظر؟ استاذ سيادتك مع فريق الاعداد كده والافاده بالنسبه للمواقع اللي سيادتك بتبلغي عنها، وبيتم التنسيق مع الاستاذ مشرف النجده على خط 122 بلاغات النجده، بيحقق معايا اتصال 122 نجده، بيحقق معاه اتصال. غرفه طيب. عمليات مرور القاهره بعد اذن سيادتك 011 4 4 4 5. انا بحقق مع حضرتك اتصال شخصي، وانا مستمر في البلاغات على مدار ال 24 ساعه بالنسبه للمواطنين، باكد معاهم المحاور البديله في حاله التحويلات، وبالنسبه لبعض التصفيات الخاصه مع اعمال الحظر بالنسبه للقادمين من خدمات المطار او مناطق تعذر عليهم فخلال فترة الحظر، بنسق مع مشرف النجدة بالنسبة في تنسيق واضح مع القوات المسلحة وغرفة عمليات النجدة بالنسبة للمحاور البديلة وبالنسبة للمواطنين اللي تعذر عليهم، وبيتم فحصهم من خلال اللجان. بالنسبة للجان الأمنية اللي بتتابع أعمال الحظر، بيتم فحص كافة السيارات، كافة المواطنين اللي بيتموا التداول في أثناء فترة الحظر. بيتم فحصهم سواء كان عن طريق اللجان الشعبيه اللي سيادتك بتتكلم عليها، بيتم فحص المتواجدين في الشارع، واذا كانوا بيحملوا اسلحه بيتم ضبطهم بالفعل، ان كان الدافع اجتماعي بيتم التنبيه عليهم وصرفهم من الطريق. طيب دلوقتي الرقم تاني بس عشان الجمهور يبقى معانا، 011 4 4 4 5 مظبوط؟ 011 4 4 4 5 ده رقم الغرفة، بالإضافة لرقم 136 كخط ساخن. و 136 والنجدة 122. تمام يا فندم. بالنسبة لبلاغات الأمن العام مع 122 بلاغات النجدة. الأمن العام 122. طب دلوقتي تمام. بالنسبة للطرق المغلقة مع حضرتك؟ تمام يا فندم. طيب تمام. منطقة زي منطقة الألف مسكن مثلا على سبيل المثال، يعني في مناطق بيقولوا إنه الجيش والشرطة قافلينها لدواعي أمنية، اللي بيخرج لأول مرة ومش عارف إن المنطقة دي مثلا مقفول، ممكن حضرتك تعدد لي عدد من المناطق الناس ما تعديش منها لأن دي مقفولة وتشوف بديل من دلوقتي؟ على سبيل التفصيل يا فندم، على سبيل التفصيل بكافة محافظة القاهرة بالنسبة للمحاور، بالنسبة للمحاور، محور رمسيس. بالنسبه للقادم من خدمات نفق شبرا، بيتم الاستكمال احمد عرابي اتجاه مناطق وسط المدينه. بالنسبه للقادم من خدمات رمسيس بيتم الدخول يمينا شارع ثروه. بالنسبه لمناطق الف مسكن الامور طبيعيه تماما.